وسهلا فيك. اهلا فيك طارق حرب، عازف الجيتار. اهلا وسهلا فيك. شرفتنا. يعني انت عرفت عن حالك بعض الشيء قبل ما نبلش بالكلام. عازف جيتار، بس احكي لنا عن بداياتك. عازف جيتار كلاسيك، بديت صراحه وانا عمري 6 سنين، كنت بالمعهد الوطني للموسيقى. بتذكر رحت على كونسرت بجرش وكنت قاعد مع اهلي وبطلع على ولد صغير بلعب كمان، فانا باشر عليه بقول له بليز انه بدي اعزف كمان. فشجعوني اهلي بالاول انه اروح واعزف كمان. عزفت لسنتين بمعهد الموسيقى، بعدين اجاني جيتار على عيد ميلادي وانا عمري 8 سنين، فمن وقتها بلشت العزف اتعلم وبلشت اتعلق طبعا بالجيتار. طب ليش اخترت الجيتار يعني عن غيره من الالات الموسيقيه طارق؟ هلا هو صراحة الجيتار صوته أنا دائما كان بلفتني، يعني دائما كنت أنتبه أول ما يصير يلعب جيتار محل أطلع أشوف من وين جاي الصوت، من هذا أول بداياته، يعني هو الصوت كان أهم شيء. بعدين طريقة العزف، طريقة مسكة الجيتار، طريقة كل شيء، التكتيك يعني تبع الجيتار والتكنيك تبعه كتير عجبني، وطلع يعني كان تقريبا سهل علي شوية، ما كتير إجا زي كأنه ناتشرال كتير. فبعد المدرسة هون كنت مدرسة المطران وتخرجت توجيهي، سافرت على كندا أسوي علوم مالية ومصرفية، وتخرجت هناك ببكالوريوس واشتغلت مع بنك هناك في 1.5 سنة تقريبا. بس بعدين طبعا دائما أرجع على البيت أتدرب وألعب جيتار وفايلين وهيك، بعدين قلت خلاص يعني أنا مدامني كتير حاب الموضوع بدي أخذها جديا وأحاول أدرس الموضوع كمهنة. فمن وقتها دخلت على الجامعة عشان أسوي أداء في الموسيقى للجيتار والفايلين. وهلا ايش عم تعمل؟ يعني خلصت هلا؟ بعد ما خلصت البكالوريوس دخلت على ميغيل يونيفرستي، سويت الماسترز هناك. عملت ماسترز بايش؟ بكلاسيكال جيتار بيرفورمانس، بالاداء الكلاسيكي. الاداء الكلاسيكي للجيتار. ايوه اداء كلاسيكي للجيتار. بعدين خلصت درست شويه في الجامعه، بعدين اجاني اوفر بتورونتو اسوي الدكتوراه تبعي في الاداء الجيتار كلاسيك وادرس هناك، فهلا حاليا انا بجامعه تورونتو. وضاي لي كمان سنتين ان شاء الله باخذ الدكتوراه. جميل، موفق ان شاء الله. هلا بدنا نشوف في فيديو هيك مقطع صغير من عزفك، خلينا نشوفه سوا. يعني طارق بنشوفك هلا، واحنا هلا شفتك وانت عم تعزف، وايضا بالفيديو بتكون كثير منسجم وانت عم تعزف على الجيتار. شو علاقتك بالجيتار؟ بالجيتار انا صراحه يعني بحسه كامتداد من شخصيتي وكياني تقريبا، يعني انه دائما بحس انه بعرف نفسي من خلال الجيتار والموسيقى الكلاسيكيه بالتحديد. فهذا دائما كان هدفي في الموسيقى. انه شو اهميه الموسيقى برايك؟ أهمية الموسيقى، يعني في ناس بيحكوا لك إنه أنا بقدر أعبر عن مشاعري، لما الواحد مثلا يكون زعلان بيفرغ كل طاقاته كل عواطفه بتطلعها بالموسيقى. أنت الموسيقى إيش بتعني لك؟ ممكن هي الموسيقى يعني كتير، هذا يعني ممكن تحل كمشاكل شخصية لهالدرجة توصل الموسيقى. فممكن برضو تأثر في المجتمع لدرجة إنه إذا عندنا أولاد مثلا موهوبين كتير مهم إن الواحد يدعمهم، عشان ممكن هدول الناس الموهوبين
اكشلي يغيروا بطريقه المجتمع كيف بتعامل مع بعض من خلال الموسيقى. صح، عشان الموسيقى كلغه عالميه بتاثر على كل حدا. يعني انا لما اروح على بلاد اوروبا او بامريكا او بافريقيا الموسيقى بتجمعنا مع انه ما بنحكي نفس اللغه. يعني ما بفهم عليهم شو بيحكوا ولا هم فاهمين علي، بس بالجيتار وبالموسيقى بصير صحاب. جميل، حلو. مين دعمك طارق؟ مين شجعك انك انت تتوجه لهذا المجال؟ اهلي كثير، العائله طبعا دائما كانوا يشوفوا، يعني دائما يقولوا لي طارق تعال اعزف للي عندنا في البيت، وكل حدا دائما داعم وشايف يعني انه في اعجاب، في اعجاب وفي في حب. حب اهم شيء، حب للموسيقى انا فيي يعني. طيب يلا سمعنا كمان. تمام يلا. كثير حلو. شكرا، ما شاء الله عليك. شكرا. بعجبني كيف هيك كثير منسجم بالعزف، بتخلي هيك الكل يركز معك بعزفك ما شاء الله عليك. شكرا. وبانسجامك. شكرا. كمان طارق، ايش لون الاغاني اللي بتحبه؟ بتسمع اغاني عربيه او اغاني اجنبيه؟ ايش اكثر شيء؟ بسمع كثير كلاسيكال، يعني السيمفونيه والسولو زي الجيتار والبيانو والفايلن، بيانو مع فايلن. بسمع العربي القديم صراحه، ام كلثوم وعبد الحليم حافظ. عندك موهبه الغناء ولا لا العزف؟ كنت انا صغير بس هلا بطلت. طب يلا سمعنا شيء. ما بطلت بركز عليها ابدا. هلا ما بتركز؟ لا ما بغني بالمره. لا سويت مع كواير شويه زمان بالجامعه، بتعرفي عندك الكواير، بس مش سولو او مع الجيتار. لا ما بتحس انه عندك موهبه الغناء بس مش بتركز عليها؟ يعني بتحب الموسيقى اكثر؟ صراحة صوتي مش حلو عشان هيك ما ركزت عليها. هم الواحد ما بقدر يحكم على نفسه. الواحد يعني هيك قالوا لي. هيك قالوا لك؟ إذا هيك قالوا لك خلص أنا ما بقدر أحكي شيء. طيب إيش كمان يعني إيش طارق بتحب توصل للمشاهدين اللي عم بيشوفوك بالدول العربية؟ والله أنا كثير بشوف في لعيبة جيتار هون بالأردن وبمصر وبسعودية كمان وبسوريا وقطر وبحرين، كثير في ناس بيلعبوا يحبوا كثير يعني. بس يعني مكاتب الموسيقى الكلاسيكية مش كثير متوفرة. التشجيع تبعها مش كثير متوفر عشان زي ما قلنا قبل مش part of the culture. فإذا الشباب يعني بحبوا الجيتار وعندهم شوي ميلان للموسيقى الكلاسيكيه انه يسمعوا اكثر، يروحوا على الكونسرتات. في مهرجان جرش بصير فيه كمان كثير السيمفونيه بتلعب، واوبرا هاي المره صار فيها. فبشجع الشباب انه يسمعوا موسيقى كلاسيكيه ويتعلموا النوته الميوزيكال نوت عشان يقدروا يعزفوا الموسيقى الكلاسيكيه على الجيتار، وراح يروحوا بجيرني يعني ولا احلى منها. هلا انت عم تحكي انه ما في اقبال كثير على الجيتار الكلاسيكي بثقافتنا. بالضبط. يعني الكلاسيكي بالتحديد. الكلاسيكي بالتحديد عشان الموسيقى الكلاسيكيه مش كثير مدعومه هون. يعني ما في كثير، حتى يعني الباندز هيك في كثير اكثر باندز بيلعبوا مثلا غربي بس مش كلاسيكي. شوت عشان يمكن عشان ما يعني ما مش كثير بحبوا يسمعوها او ما فيش
يعني زي ما قلت مكاتب انه يقدروا يسمعوا فيها الموسيقى الكلاسيكيه. صحيح، مع انه هي كثير حلوه يعني، هي كثير حلوه يعني، بغض النظر ايش الثقافه، هي مجرد موسيقى صح، وهي زي علم تقريبا يعني، لها تقريبا 600 سنه الموسيقى الكلاسيكية عم تنمو وتنمو وبتزيد يعني، مش بس موزارت وبيتهوفن والإدام يعني، في كتير جديد عم بيطلع. بمين تأثرت من عازفين الجيتار العالميين أو العرب؟ مين أكتر إشي بتتأثر فيه؟ عمر خرشد صراحة بحبه، بحب كيف ستايله على الستيج وكيف إيش عزف لأم كلثوم طبعا. وبالنسبة للعازفين الكلاسيكيين في واحد اسمه جون ويليامز، مش اللي بكتب موسيقى للأفلام، في واحد تاني اسمه جون ويليامز عازف جيتار أسترالي. إيش نسيته؟ أسترالي. أسترالي وفي جوليان بريم واحد إنجليزي كمان، وصراحة أستاذي كمان بتورونتو كتير بتأثر فيه. جافري مكفادل. اوكي، هلا في عرب بالجامعه اللي انت موجود فيها برضه عم بتعلم الموسيقى، ولا بتحس انه لا نسبه قليله من العرب بيروحوا؟ ما في ولا حدا معي انا صراحه بالميوزك ديبارتمنت يعني، ما في عرب عندنا. في واحد كردي بس غير هيك ما في عرب. في كثير بالبزنس وبالانجينيرنج وبالمدرسه، بس بالموسيقى ما في كثير. ليش بتفكر بالمستقبل بعد ما تخلص الدكتوراه؟ ان شاء الله ضايلك انت سنتين بالدكتوراه. يس، ضايلي سنتين. ليش بتفكر؟ بفكر اكمل ادرس هناك بفول تايم، واصير ارجي هون عشان بدي ان شاء الله اسوي كلاسيكال جيتار فيستيفال بالاردن، ومش ضروري يكون مسابقه يعني، بس انه حفلات ودروس، وعرفتي انه 3 ايام من الكلاسيكال جيتار المتوفر للكل بيقدر يشارك. حلو. ان شاء الله. هلا بدنا ننهي معك بمعزوفه نسمعها منك. ننهي معك لقائنا. شكرا لك. تفضل.